السلام عليكم ورحمة الله. الشيخ محمد المصري الأمين العام لرابطة علماء ودعاة الإسكندرية. جئنا في وفد مكون من مجموعة من علماء الأزهر الشريف ودعاة الحركات الإسلامية بالإسكندرية، بالأصالة عن أنفسنا وبالنيابة عن فضيلة الشيخ أحمد المحلاوي، حيث حالت ظروفه الصحية والسنية عن حضور هذا الاعتصام. نوجه رسالة لأولئك الذين ينادون العلماء والدعاء بأن يكونوا على الحياد، نقول أنه لا حياد إذا كان الصراع بين الحق والباطل، لا حياد للعلماء إذا كان الصراع وإذا كانت المعركة بين العدل والظلم، فإن المولى تبارك وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في حالة ما إذا كان علماء الأزهر الشريف والدعاء على المنابر الواقفون نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصمتون إزاء الضبطية القضائية لرجال المخابرات والشرطة العسكرية، ويصمتون إزاء الإعلان الدستوري المكمل، ويصمتون إزاء المحاكمات الهزلية التي تمت لقتلة الثوار والمتظاهرين في الشوارع والميادين، ويصمتون إزاء محاولة إعادة إنتاج نظام حسني مبارك مرة في صورة جديدة قميئة قبيحة مشوهة لصالح الفريق أحمد شفيق. جئنا لنقول أننا نرفض كل هذا ونطالب باستكمال أهداف الثورة، ونعلن أننا مع الثوار والمتظاهرين والمجاهدين والمرابطين في الشوارع والميادين، ونقول لهم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الثوار في اسكندرية موجودون، أنا أطمئن شبكة يقين وأطمئن كل الذين يتابعونها ممن لديهم وعي وممن لديهم رغبة في متابعة أوضاع الثوار بالإسكندرية، نقول أن الثوار في الإسكندرية يحتشدون الآن في ميدان المنطقة الشمالية بمنطقة سيدي جابر الشيخ أمام المنطقة الشمالية، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ العلامة المجاهد أحمد المحلاوي رئيس رابطة علماء ودعاة الإسكندرية. ونعلن ونقرر أنه لن يتراجع العلماء والدعاء وهم على رأس الثوار والمجاهدين حتى تستكمل أهداف الثورة كاملة.